السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله حلقتنا هنتكلم عن الأمهات لإنتاج المواليد سواء ماعز أو نعاج أو أغنام. اتكلمنا قبل كده كتير عن التسمين، وفي متابعين كتير طلبوا نتكلم عن الأمهات، فحلقتنا النهاردة ملخصة وموجز قصير جدا بس بيلخص لك جميع جوانب الأمهات في وقت إن شاء الله مش هناخد أكتر من 10 دقايق بإذن الله. بس لازم تاخد النقاط دي حلقة في ودانك، لازم تعمل بيها مظبوط. ملخص مشروع الإنتاج الأمهات في 3 نقاط فقط لا غير، 3 نقاط فقط لا غير. النقطة الأولى، لازم تعرف قبل ما تعمل مشروع أمهات، لازم تعرف ان الامهات بتحتاج مادة ملأة. لنفترض ان انت مش هتعتمد على المرعى، ان مكانك مزرعة مغلقة، سور مغلق فيه الغنم، ما بتسرحش بره، ما بترعاش. انا هعمل لك على اسوأ الظروف، ان الغنم بتاعتك مغلق عليها، ما بتطلعش ترعى خالص بره في مكان مغلق. الرقم واحد، النقطة اللي تاخد بالك منها، الامهات بتحتاج الى مادة ملأة اكتر من الاعلاف المركزة، لازم تتوفر مواد ملأة بكميات كبيرة ورخيصة. دي رقم واحد هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله، هي ده مغزى الحلقة بتاعتنا. اكتر المصاريف كلها على العلف، اكتر من 80% مصاريف على الاعلاف. فاذا عرفت تجيب علف كويس للامهات ورخيص، مشروعك ان شاء الله ناجح 100%. دي النقطة الأولى، وهنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي، بس نذكر 3 نقاط الأول. النقطة الأولى، الأمهات بتحتاج إلى مواد ملأة أكتر من الأعلاف المركزة، أو مواد ملأة، مش هنقوله أكتر وأقل، مواد ملأة بكميات كبيرة، عكس التسمين. التسمين أعلاف مركزة بكميات كبيرة ومادة ملأة بسيطة خالص. الأمهات العكس، تحتاج إلى أعلاف مواد ملأة كتير وأعلاف مركزة قليل. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الفترة اللي بتحتاج فيها الأمهات للتغذية على أعلاف مركزة، الفترة دي عبارة عن 4 شهور يعتبروا متتاليين، آخر 2 شهر في الحمل وأول 2 شهر في الرضاعة، اللي هو 4 و5 من الحمل، والشهر الأول والثاني من الرضاعة. طبيعي بيجي في اخر 2 من الرضاعه بتيجي فتره التلقيح الجديده، يعني بتكون الامهات برضك معتمده على العلف. في الحاله دي بيكون الخصوبه عندها عاليه كويسه، نسبه التلقيح بتكون ممتازه. الا في حاله القطيع لسه جديد، الامهات فاضيه مش والده، فبتديها 20 يوم 30 يوم علف قبل ما تطلق الكبش، قبل ما تطلق الفحل، بتاخد حوالي 20 يوم على الاقل علف، بحيث تزود عندها الخصوبة، بحيث يحصل عندها التوأمية وتزيد نسبة التلقيح. أما القطيع شغال ولد قبل كده، خلاص بتندرج في 4 شهور دول، آخر 2 من الحمل وأول 2 في الرضاعة. في آخر 2 في الرضاعة المفروض بيحصل التلقيح الجديد، بتكون الأمهات بتعلف، الخصوبة عندها بتكون تمام التمام. يبقى كده أهم 4 شهور بتحتاج فيهم العلف، اللي هم 4 شهور متتالية اللي ذكرناهم. العلف يكون تدريجي، لما تبدأوا تدريجي، مش من مرعى العلف مباشرة للكمية الكبيرة، لا، العلف تبدأوا تدريج وتنهيه بالتدريج. بدأت بالتدريج، يعني في نص الثالث بتبدأ تحط العلف واحدة واحدة، في نهاية 2 بتبدأ تخفه واحدة واحدة، ما تعملش انخفاض مفاجئ في العلف، من علف لمرعى، من علف بكميات كبيرة 3% لمرعى مباشرة، لا. ومش هنذكر لك على فكرة الكمية، في ناس بتتقيد بالكمية يقول لك 3% و2%، والله على حسب المستطاع، عينك ميزانك، القطيع بيبان عليه كل حاجة. ممكن يكون المرعى عندك أو المادة الملأة عندك غنية بالمغذيات كويسة، يبقى مش محتاج علف كميات كبيرة، أقل كمية علف هتظهر معاك على القطيع، مش هتقيد معاك ب 3% أو 2% أو 2.5% أو 1% علف مركز في الفترة دي اللي هي 4 شهور، لا. انت عينك ميزانك في الغنم، الغنم صحتها كويسة، المرعى او المادة الملأة اللي انت موفرها غنية بالمغذيات، يبقى اقل كمية علف هتجيب معك نتيجة ممتازة. في ناس كتيرة بتعتمد على المواد الملأة او على المرعى فقط لا غير، بس ما بتجيش طبعا خلفة بالجودة اللي احنا عاوزينها، احنا عاوزين الجودة رقم واحد. بس احنا بنقول كمية العلف مش هتتقيد، ما تقولش 3% كتير او 2% كتير، لا، والله صحة الغنم بتاعتك تعبانة، المادة الملأة بتاعتك فقيرة ضعيفة،
يبقى لازم تزود العلف توصل 3%، مفروض ما تقلش عن 3% في الاربع شهور دول. ولكن زي ما قلت الحاله صحتك كويسه ممكن تستكفي ب 2% 1% 1.5% 2.5% على حسب حاله القطيع. وقلنا التدريج في البدايه والتدريج في النهايه. النقطه الثانيه المواليد. المواليد بمدى الحصيله النهائيه، ده المنتج النهائي من الامهات اللي انا عاوزه، ده المنتج النهائي اللي انا عاوزه من مشروع الامهات. المواليد من اول عمر بيبدأ على حسب كمية اللبن في الأم، متوسط عمر شهر بيبدأ يدور على العلف، تعمل له مكان بحيث المولود هو اللي يدخل للمكان ده، المكان ده يكون فيه علف مركز ما يقلش عن 18% بروتين، لا يقل عن 18% بروتين، علف ناعم بدون أي مادة ملأ، يعني ممكن تكون نخالة وشعير وصويا، أو نخالة وذرة وصويا، أو نخالة وقمح وصويا، المهم علفة تكون ناعمة تكون مجروشة بحيث الخروف يلحس فيها، لأنه هو بيقدرش يأكل الخشن لسه صغير، تكون العلفة ناعمة يلحس فيها، علفة متقلش عن 18% بروتين، في مكان بحيث يدخل له المولود ما تعرفش تدخل الأمهات ليها، يعني يكون فتحات صغيرة ومن ناحية تانية فيه العلف المركز، تدخل المواليد تدور على العلف تلحس وتأكل وتطلع وقت ما تحب تطلع، تدخل وقت ما تحب تدخل وتطلع وقت ما تحب تطلع، بحيث المولود العلفة تساعده مع لبن الأم. اتفرج على الفطام ما يقلش عن 3 شهور، ما تفطمش أقل من 3 شهور عشان ما يحصلكش رجوع كتير للمواليد، تعاوز المولود في أعلى صحة ممكنة، افطم على 3 شهور. والفطم يكون تدريجي نفس النظام، من شهرين ونص لثلاث شهور دي أقل حاجة تفطم. كده هتتحصل على أمهات ممتازة، خلفة ممتازة، لبن ممتاز، مواليد ممتازة. طيب هنرجع للنقطة، أول نقطة الأمهات بتحتاج لمواد ملأة كتير. مواد ملأة زي إيه؟ الأغنام دي بطبيعتها سواء ماعز سواء أغنام طبيعتها بترعى بتاكل من خشاش الأرض. أنا مصور الفيديو النهاردة ده ظهر البيت بتاعنا، زي ما تشايف الخضرة موسم المطر ما شاء الله، دي كلها خضرة طلع على المطر على جانب الطريق بالكامل، والأرض دي أرض بايرة بترعى فيها بقارة، بيجي ناس بتوع البقر وبيجوا بتوع الغنم، بس للأسف كنت متابعهم اليومين دول بس محدش جه، كنت عاوز أصور الفيديو عليهم وهم موجودين. ده حتى اللي هناك الحتة الفاضية دي اللي في النص ده مربط البقر، كان البقر بتقعد هنا بتبيت هنا. المهم فلو جت إن شاء الله نصور لكم فيديو ليهم بإذن الله. فبيجوا يرعوا هنا بياخدوا يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع على حسب لغاية ما يخلصوا المرعى وبيمشوا. المهم الأمهات بتحتاج إلى مواد ملأة كتير. مواد ملأة زي إيه؟ زي إيه؟ اللي زي ما قلنا الأغنام وظيفتها بترعى، بتاكل من خشاش الأرض، بتحرط في الأرض، بتاكل. في ليبيا مسمينها السعي، في ليبيا الغنم بيسموها السعي. السعي بتسعى على طول ماشية بتدور، بتسعى في كل مكان عاوزة تاكل، فدي مسمينها السعي من اسم من صفة فيها، صفة السعي إنها بتدور على طول. فالغنم بتاكل أي حاجة، بتكنس أي حاجة، مخلفات ياما بتاكلها في الأرض. مثلا هنضرب مثال، في مصر هنا قشر البصل، قشر البصل العربية الجامبو الشفر الكبيرة فيها حوالي 4 طن 5 طن في حدود 1500 جنيه 2000 جنيه كحد أقصى، لو جبتها من البحيرة من مكانها ممكن تجيبها ب 1200 في الحدود دي، كانت ب 1000 جنيه كمان. دي مواد ملأة كويسة. في عرش السوداني بتجيبه من أماكنه من الأراضي الزراعية، مش هتجيبه بلات البلا غالية ب 22 جنيه وما فيهاش 10 كيلو غالي جدا، لا بتجيبه من ارضه الطن بيقع عليك في حدود 700 جنيه من ارضه. لازم تسعى انت كمان، مش السعي بس اللي تسعى، انت كمان تسعى عليهم، لازم تروح وتدور وتجيب لهم، يكون عندك مخازن ضخمه كميات كبيره تخزن على حسب الكميه اللي عندك. انت معاك 500 نعجه، معاك 400 نعجه، معاك 300، معاك 1000 نعجه، محتاجه مخازن، مخازن تخزن بعشرات الاطنان في المواسم، كل حاجه في موسمها رخيصه. قش الرز بيتاكل وقت الجوع، الغنم بتاكله في حالات القحط، لو حاطط عليه قش وفي قش رز مفروم، الطن بيتجاب لك مفروم ومكبوس بلاد في حدود 900 جنيه 1000 جنيه واصل لغايه عندك، لغايه ابواب المزرعه ب 1000 جنيه، تفرده وترش عليه شويه نخاله، الغنم هتاكله 100%، شويه نخاله تترش عليه مع شويه ذره متشوش، الغنم هتموت فيه وهتكنسه كنس. الامهات قلنا عرش السوداني، قلنا قش الرز المفروم، قلنا قشر البصل،
الدريس ده يعتبر الغذاء بتاعهم اللي هو البرسيم المجفف، ده غذاء بتخزنه في فترات الموسم بتاعته، بتخزن منه كمية كويسة، سعره كويس في المواسم بتاعته، وفي نفس الوقت نسبة البروتين فيه كويسة، مغذي كويس، يعتبر ده العلف بتاع الأمهات. معاك تبن الفاصوليا في المواسم بتاعته ساعات بيبقى رخيص. المخلفات الخضراء بقى كتير في المواسم بتاعتها، مخلفات خضراء زي ما انت شايف الارض اللي انا دي مزروعه كروم وكرنبيت، دي ودي مزروعين كروم وكرنبيت، الاوراق بتاعتهم اخر حتتين منك بس مش ظاهرين في الفيديو كويس. اخر هم دول برضك كروم وكرنبيت، بينتج منهم كميه اوراق كبيره، كميه اوراق ضخمه اثناء ما بيضم المحصول بتنتج كميات ضخمه بالعربيه، وهتعبي وتروح ترمي. طبعا كتره بيعمل انتفاخات عشان يكون عندك العلم، كتر اللي هو الورق الكرومب ورق الكرنبيت بيعمل انتفاخات. انا بتكلمش عن كتر كميات، انت لما تشكل مواد مالقه كتير متخزنه، مخزن في كل حاجه في موسمها، الكيلو عليك بجنيه بالنسبه للمواد الجافه، يعني الكيلو بنص جنيه، ب 75 قرش، بجنيه، بجنيه وربع، بجنيه ونص، بتلاقي المخلفات دي بتشكلها، يعني شويه اخضر، لكن ورق الكرومب ورق الكرنبيت غني بفيتامين الف، فاتح الشهيه كويس، بس كتر بيعمل انتفاخات، بيعمل غذاء، بيعمل انتفاخات في الكرش، بيعمل مشاكل. فلا ما بحطوش بكميات، تشكل شويه قشر بصل مضاد حيوي 100 100، شويه ورق كرومب، شويه عرش وسداني، فالتشكيل حلو. طبعا زائد النقطه الاساسيه نطلعوا بره مصر، وحتى موجوده في مصر في الواحات، البلح اللي هو التمر، التمر اللي هو الفرز في اللي بيقولوا عليه حشف، مخلفات التمر ممتازه برضك للغنم، تشكيل مطلوب. السلاج، ناس كثيرة بتتكلم على السلاج، السلاج للتسمين مش قد كده، مشاكله كتير، لأن أنت ممكن بيسبب حموضة عالية، والعلف بيسبب حموضة عالية، فبيعمل مشاكل في الكرش، بيأثر على الهضم. لكن الأمهات لا، الأمهات شوية سلاج مع شوية قش، القش رز المفروم مع شوية عرش وزداني مع شوية دريس مع عشر بصل، تشكيلة ما فيش منها مشكلة، هتاكل. السلاج رخيص جدا جدا في الموسم بتاعه، بس بيكون أخضر، الطن بتاعه في حدود 400 جنيه تقريبا في الموسم بتاعه. ممكن تعمل مكمورة تعمل لك مكمورة 100 طن 200 طن على حسب الكمية اللي انت عاوزها، وبتكمرها ممكن تمشيك على حسب الكمية باستهلاكك وعدد الاغنام عندك. بتعمل لك مكمورة، ما بتأكلش مكمورة فقط لغير اللي هو السلاج، يعني ما يتأكلش السلاج فقط لغير، بيكون جزء وجبة ومش لازم الاكل كل يوم. النقطة اللي تاخد بالك منها طبعا ضروري تحطها ما بين عينيك في الامهات، مش اليوم اللي مش هتاكل فيه هتموت تاني يوم، اليوم اللي هتاكل فيه اللي مش هتاكل فيه النهارده مش هتموت، بس في حاجه اسمها تهتم بالعناصر اللي هي الاضافات، المكملات الغذائيه، الفيتامينات والاملاح، دي اهم حاجه بتحافظ على نشاط وحيويه الامهات، وتحافظ على الشهيه، تاكل الصخر ما فيش مشكله، انما الشهيه لو راحت هي هنا المشكله. فانت بالتنوع ده، بالتشكيل ده، هتحافظ على نشاط والحيويه، الحاجات الخضراء مفيده فيها الفيتامينات والاملاح، كذلك المواد الجافه، بس الحاجات الخضراء غنيه بكده، غنيه بفيتامين الف فاتح للشهيه. لازم يكون في تشكيل، قلنا عرش وسداني، قلنا قشر بصل، سلاج اللي هو المكموره، الدريس، البرسيم، تبن الفاصوليا، فرزه البلح، الفرز بتاع البلح، تفل الزيتون، التفل بتاع الزيتون، فرز البلح. طبعا الطن هنا في مصر في حدود 1500 جنيه، الطن في حدود 1500 جنيه، غني بالسكريات، في نسبة بروتين ضعيفة بس غني بالسكريات، طاقة 100 100 في الشتاء ممتاز. نعم كده كده الغنم ما بتاكلش منه بكميات كبيرة، بس ممتاز، تاكل اللي تاكله اسمه بتاكل، وعلف رخيص، مادة رخيصة، ويعتبر من الأعلاف مش هنعتبره طبعا المادة الملأة اللي هي التمور. ففي مخلفات كده لازم تسعى للغنم بتاعتك الأمهات. أنا على فكرة رحت شفت مزرعة في العالمين، مزرعة اسمها هي الكويتية المصرية القومية المصرية، نسيت اسمها والله، حاجة زي كده، المهم هي شراكة بين واحد كويتي وواحد مصري، فيها حوالي 500 أم برقي، نعاج برقي، بس الصراحة النعاج لقيتها رايحة في داهية خالص، النعاج لقيتها متدمرة، مفيش سوء تغذية من الدرجة الأولى، والنعاج على وش ولادها. فما ينفعش 500 أم تضيعهم كده بسبب سوء التغذية.
طبعا اه في من ضمن المواد الملقى الثانيه، مواد ملقى كتير يا جماعه، مش ماده ملقى واحده، يعني انا مش هقدر اسردهم لك بالكامل، كل بلد فيها مواد ملقى معينه متوفره عن بلد ثانيه. ففي عندنا برضك تبن الفول، تبن الفول البلدي، وفي تبن البرسيم، تبن الفول البلدي الـ في الارض بتاخده ببلاش، يعني يعتبر ببلاش، ما يعادل كيلو، ما يعادل الطن، ممكن ما يعادل 500 جنيه، انت بتاخده بالكوم كده من الارض بعد ما يدرسوا الفول، تبن الفول بياخدوه بتاخده، ممكن تخزنه حتة ارض مثلا بتطلع منها كوم 5 6 طن 10 طن، بتاخده تخزنه بتاخده الكوم رخيص خالص، يعني ممكن الكيلو عليك بنص جنيه ب 40 قرش، انت وشطارتك في الشراء، ما بيقعش بالاسعار اكتر من كده، لانك انت بتروح تشتريه من عند الراجل وهو معبيه ومحمله في مكيسه، بتاخده الكيلو بجنيه، بجنيه وبريزه، بجنيه وريال، جنيه وربع، رخيص. كذلك تبن الربايه اللي هو تبن البرسيم، بعد البرسيم ياخدوا منه التقاوي كويس، والغنم بتاكله بصوره منفرده، بتاكله الحيف لوحده كماده مالقه برضك، ورخيص جدا عند الراجل عند العلاف، بيتباع الكيلو بجنيه وربع، من الارض ممكن تجيبه بنص جنيه. لازم تدور على المواد الملقى. شايف البوص ده؟ ده بوص الغنم بتاكل فيه، بتحش فيه لما تكون جعانه، الامهات تطلقها هنا ما بتخليش في حاجه، سواء بهايم بقر او اغنام، متوفر يا جماعه. الامهات لازم توفر لها اعلاف ملقى طول السنه، خزن كل حاجه في موسمها، خزن كل حاجه، اي حاجه رخيصه في الارض بتاكلها الاغنام، حتى وان كانت بتاكلها بكميات قليله، حتى وان كانت بتاكلها بكميات قليله. عبي في المخازن، عبي في المخازن، بيجي في اوقات قحط وجفاف ما بتلاقيش، بتاكل من المخازن، ضروري 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 يكون عندك مخازن كبيره. الامهات محتاجه مخازن ضخمه، محتاجه مواد ملقى كتير، جمع من كل حاجه، وفي موسمها بتبقى ببلاش، ما تجيش تشتريها في غير الموسم بتاعها، بتلاقيها غاليه جدا، بتبقى مكلفه، تبقى بسعر العلف. لا، انا اشتري المواد الملقى الرخيصه المتوفره، تحافظ على الكرش دايما مليان، عاوز كرش الامهات على طول مليان عشان تحافظ عليها، وتحافظ على المواليد بتاعتها، وتحافظ على اللبن بتاعها، تجيب لك احلى انتاج ان شاء الله اخر السنه. في النهايه طبعا زي ما قلنا وعودناكم، اي حد عنده سؤال يخش على فيديو الاسئله ويكتب السؤال بتاعه، وان شاء الله بيتم الاجابه عليه في الفيديو اللي بعده ان شاء الله على طول. ما تنساش طبعا الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.